لي رزقي. انا شخصيا مشات لي 60 مليون. هذا السيد هذا انا انخرطت كملت داري في 2014، بقينا كنتسناو كدار معنا في 2015 غيسلمنا، ما سلمنا حتى شي حاجه. المشروع غادي بواحد الوتيره اللي هي ضعيفه بزاف. من بعد في 2018 تم القبض عليه، حكمت عليه المحكمة الابتدائية ديال بن سليمان بعشر سنوات وخمسة المليون كحق مدني لجميع المطالبين بالحق المدني. داز الاستئناف هنا في المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الأسبوع اللي فات كنتفاجئوا بأن خرجت بعدا خبرة، الخبرة الأولى اللي كانوا داروا المنخرطين تبتت عليه 25 مليار ديال الاختلاس. تعاودت الخبرة المالية والتقنية هنا في محكمة الاستئناف كتبت عليه بأن ما يزيد على 30 مليار ديال الاختلاس. بقينا في جلسات، الجلسة الأخرى هاد الأخرى الناس حضروا قالوا لهم راه الجلسة تأجلات حتى لو 27 جانفي إن شاء الله من هذا العام 2021. من بعد كيعيطوا لنا، كنخرجوا الناس كيخرجوا كيعيطوا لهم المحامين تيقولوا لهم بأن هذا السيد اختصر راح مؤقت. حنا ماشي ضد هاد القرار اللي اتخذت المحكمة، حنا أي حاجة فصلها علينا القانون وفصلها علينا القضاء حنا نلبسوها، ولكن خاصنا نعرفوا أشنا هي هاد الضمانات اللي عطاها هاد السيد هذا باش خرج. أشنا هي؟ عندنا أبناك عندنا 26 مليار ديال الكريدي اللي واخد علينا، ألوغ كو هي ودادية والودادية ما عندهاش الحق في القرض البنكي. الوراقي فينا هو المحكمة، الوراقي فينا هو فينا هو المحكمة، الوراقي فينا هو. خويا هذا الجديد ديالهم حنا جينا بغينا نعرفوا هذا السيد هذا أصلا علاش خرج؟ أش من ضمانات حط؟ أش من أش حنا كمنخرطين أشنو؟ أشنو دا قد ما جمعتينا، ما هدرتي معانا، ما تكلمتي معانا، ملي خرجتي ديتينا السين ديال الفيكتوار زعما داش استفزاز 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 لينا. راه حنا ما غنسكتوش على حقنا وما مفاكينش وغنبقاو على حقنا إلا حتى آخر أجل فينا. والملايير فينا هي؟ فينا هو فلوسنا حنا كمنخرطين بعدا كمنخرطين فينا ما فلوسنا؟ حنا بغينا فلوسنا. وخويا اش غادي نقول لك؟ كنقول لك غنطلبوا من الله وجلالة الملك ينصفنا، حنا مظلومين في بلادنا وبغينا اللي ينصفنا. حنايا هنايا جينا كندو كضحايا ديال هاد الوداديه وديال هاد النصابه هادو، لانهم هما عصابه. دابا كيبان غير واحد في الصوره، اما هما عصابه، هما عائله، هما شي داروا 10 ديال الشركات وهميه اللي داو الملايير 33 مليار اللي باينه دابا ومازال العاطي يعطي. علمنا من بعد طلق اطلاق السراح ديالو، عطاو السراح لامين المال. هاد امين المال اللي كان ريشيرشي وكان فار من العداله ما يقرب عن 8 شهور، والضحايا هما اللي شدوه وسلموه للسلطات وتحكم عليه توا ب 10 سنين، وهما داروا فيه كونفيونس وخرجوه. دابا حنا كنطلبوا باش يشوفوا الشركات اللي خداو بها هاد الملاير هادو يتبعوا الفلوس ديالنا، يشوفوا هاد الشركات راه بسميت العائله ديالو، والتزوير ديال الكاشيات الشركه ما كايناش ما مخلوقاش مزور الكاشي ديالها واخد بها المارشي واخد بها الفلوس الملاير.